صباح الخير لجميع مشاهدي شاشة الوطن عبر برنامج يوم جديد. نعم، كما تحدثنا قبل قليل عن دور الشباب، دور وزارة الشباب في دعم الطاقات الشبابية، دور وجود مراكز شبابية في المناطق البادية الشمالية الغربية، جولة ميدانية لبرنامج يوم جديد لمركز الشباب سما السرحان من خلال التقاء بعدد من الشباب الذين استفادوا من هذه الخدمات. الله يعطيك العافية. تعرف عليك؟ علي السرحان، عمري 20 سنة. نتحدث كيف انتسبت لها المركز، شو استفدت من مركز الشباب؟ استفدت شغلات عدة، من ضمنها برامج عدة ودورات عدة، من ضمنها اللي طورت منها نفسيا وعقليا وبدنيا. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. ننتقل أيضا إلى أحد الشباب، يعطيك العافية. تعرف عليك؟ عبد الرحمن السرحان. شو استفدت من المركز؟ تعلمت إشي ما كنت متعلمه من وراء استدية النشاط والآلة الحاسوب بس. شاركت بالدورات، الجلسات الحوارية؟ مضبوط، واستفدت زيادة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أيضا نلتقي إلى أحد الشباب أيضا المستفيد من هاي الخدمة، يعطيك العافية. تعرف عليك؟ يا رب. باسل عطاونة، قائد شبابي وعضو في مجلس عضو في مركز شباب سما السرحان. كيف انتسبت لهذا المركز؟ شو مدى استفادة وجود مركز قريب لمناطقكم؟ مركز شباب سما السرحان قدم لنا مساحة كثير كبيرة، كان لها الدور الكبير بتفريغ طاقاتنا وممارسة المهارات والنشاطات اللي احنا بنحبها. من ضمن الأمور اللي قدمها مركز شباب سما السرحان عدة برامج ونشاطات ومؤتمرات، كان لها الدور الكبير أنها تصقل من شخصيتنا ومن مهاراتنا الشخصية والعملية. شاركوا بالعمالة التطوعية، نشاطات المجتمع المحلي، كيف؟ نعم، بشكل مستمر. يعطيكم العافية. نلتقي أيضا أحد الفتيات أيضا المستفيدات من المركز، يعطيك العافية. تعرف عليك؟ الله يعافيك. صابرين السرحان، عضو في مركز شباب سما السرحان. كيف استفدتي من هاي الدورات، البرامج اللي يقدمها المركز؟ المركز نمى كثير من شخصيتي عن طريق التدريبات والأنشطة التوعوية اللي هو عم يعقدها، وسع دائرة علاقاتي، تعرفنا على متدربين موجودين حاليا معنا بنفس القاعة التدريبية، فادنا كثير بشكل عام. الله يعطيكم العافية. أيضا أحد الفتيات أيضا في مركز الشباب، يعطيك العافية. نتعرف عليك. سهر السرحان. شو استفدتي من المركز؟ المركز قدم لي أشياء كثيرة. قبل لا أنتسب للمركز كانت خبرتي بالحاسوب قليلة، بعد ما انتميت للمركز زاد علمي بالحاسوب أكثر. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. أيضا يعني أحد الفتيات أيضا في المركز، يعطيك العافية. تعرف عليك. هبة السرحان. هبة، شو استفدتي من هذا المركز؟ كيف انتسبتي؟ شو البرامج اللي قدمها إليك؟ يعني ما كنت أنا اكتسبت يعني خبرات بالحاسوب كثيرة، ويعني اليوم اللي حنشوفك على الحاسوب، دورة الحاسوب، كيف انتسبتي له؟ شو استفدتي يعني من هذا المركز؟ يعني ما كنت أنا أعرف للحاسوب كثير، جيت لهان وتدربت كثير. الله يعطيك العافية. يعني كما نلاحظ يعني ممكن زميلنا إدريس يعني يركز على هذه المركز وهذه كما تحدثنا المساحات الآمنة الشبابية التي أطلقها معالي وزير الشباب محمد النابلسي قبل أيام في هذا المركز، والذي يعتبر من المراكز الريادية على مستوى محافظة المفرق، وخصوصا هذا المركز يتبنى كافة الطاقات الشبابية من الشباب والشباب والشابات. هذا يعني ما يميز مركز شباب السرحان، أنه يستقبل ويستقطب كافة فئات المجتمعات المحلية من أبناء هذه المنطقة. كل هذه المشاريع والمبادرات الشبابية التي تطلقها وزارة الشباب بين الحين والآخر في محافظة المفرق وخصوصا في البادية الشمالية الغربية لدليل واضح على اهتمام وزارة الشباب وبتوجيهات وبدعم من معالي وزير الشباب محمد النابلسي لإطلاق هذه الطاقات الإبداعية ليتمكن هؤلاء الشباب في مواصلة أيضا مسيرة البناء والعطاء والإنجاز. عودة لكم في الاستديو.